أما تكبيرات الجنازة والرفع فيها فالحديث الذي استدل به بعض علمائنا المتأخرين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف الإسناد جدا، ضعفه كم هائل من الأئمة الأولين، وهو الذي عول عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز لمنع رفع اليدين في التكبيرات إلا الأولى، وجانبه الصواب في هذا، فجماهير العلماء على استحباب رفع اليدين قياسا على الصلاة المعتادة، فنحن ونحن وقوف في الصلاة المعتادة كل تكبيرة ترفع فيها الأيدي سواء تكبيرة الإحرام أو الهوي للركوع أو القيام من الركوع، وقاسوا أيضا على فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والله أعلم.